جيت لهنا اسبانيا في 2015 2015 دخلت هناك بصفتي كلاجئ، دخلت عبر ملية، قلت السلطة تاع ملية شي عامين ونص، فات عامين ونص هادي دوزت فيها بزاف الحوايج تمايا. من بعد جيت هنا لمراكا، عندي الآن الأوراق ديال صفة لاجئ ديال 5 سنوات، وعندي جواز أصفر أزرق إسباني. اللجوء ديالي كان فيه بزاف، كاين ما هو سياسي، ما هو إنساني، ما هو ديني، يعني بزاف اللي عليها. طولت أنا في مرحلة اللجوء ديالي، طولت من غير الناس الآخرين، عاد خديت اللجوء، عاد تقبلي اللجوء ديالي. أنا منين جيت دخلت الكوليغيو قريت اللغة الإسبانيولة، دوزت دبلومات، 5 دبلومات، واحد منهم اللي هو كامارا دو بيسو، أنا خدام بيه حاليا في أوتيل في طوري مويلوس، اللي هو واحد بويبلو تبع مراكا، خدام فيه، عندي كونتراتو فيخو، يعني كونتراتو مفتوحة معاهم، يعني مصم معاهم، وبسبب الخدمة ديالي، أنا كاين كونتاكت مع الناس بزاف، تعرفت على بزاف الناس، الحمد لله، يعني تنمشي مراكا طوري مويلوس، نخدم نعاود نرجع، كونتاكت مع الناس مزيانة. يعني أماش الأمام مزيان الحمد لله، لحد الآن الأمام مزيان. أول حاجة ديما كنت نقولها، أنا مخرجت اليوتيوب غير صدفة، أنا مخرجت كاع وأنا خرجت اليوتيوب، أنا خرجت اليوتيوب على واحد الأساس بأنه نجيب حقي، كانوا وقعوا لي مشاكل بسبب هذي خويت البلاد. من شفت راسي يعني عندي واحد المحيط وعندي واحد الابونس اللي نقدر نقول لي بغيت بكل حريه، خرج باش نجيب حقي، باش نتاقم من الناس اللي كانوا سببي باش جيت لهنا اسبانيا. يعني اول خرجه عندي هي هذه، خرج اليوتيوب نهار الاول الفيديو ضرب مليون صافي، شفت راسي الناس تقبلتني اول حاجه كشكلا وكمضمونا وعلى الهيئه اللي قبلوني. من بعد صافي وليت نهضر، ما هو السياسي تهضر على البلاد، تهضر على المؤسسات، تهضر على هذا الشيء، تهضر على هذا الشيء، ولكن يعني بحسن النيه، مش بسوء النية في الأول، يعني بحسن النية، ما كانش عندي شيء. أنا اللي حاولت نتاقم استغتوني من الناس اللي ضروني، يعني اللي كانوا في جنابي كانوا سبب باش تخوت الحبس، وخرجت من الحبس وباش خويت بلادي. أما الناس الأخرين بحسن النية، تنتقد الأوضاع ولا تنتقد الشخص بذاته ولا تنتقد المسؤول بذاته، بحسن النية كانت عندي، ما كانش عندي شيء نية سيئة في الأول. مابقاش حسن النية لأنه دخلت ملي كنت نقرا مع ناس مخلطة، تعرف في إسبانيا في المدرسة في تتقدم الناس المهاجرين تلقاهم مختلفين، تلقى واحد من أوغندا، واحد السنغال، واحد كل واحد مني، وكانت مع واحد الناس اللي كانوا تنقصوا في العشية تنسالوا القراية، تمشيو نقصوا في كافي، تبقاو تناقشوا وتنشوفوا أنا علاش شي هضر المواضيع وهذي، وليت نهز هذاك المواضيع في النقاش تاع القهوة وليت نحطو. الناس عجبهم الحال اللي كانوا هما نقولوا متربيين ولا أعداء الوطن، بواحد هزين واحد الغلع على البلاد، سواء كانوا مغاربه سواء ماشي مغاربه، هزين واحد الغلع على ديك البلاد، ولا هما تيطرحوا الموضوع في القهوه تنهزو انا في الليل تنمشي تنفتح الكاميرا تنقولوا. والمشكل انا تكون واحد نسبه المشاهده كبيره بزاف، تيكون الكومونتير كاين اللي معاه كاين اللي ضد، هما عجباتهم هذه القضيه هذه. انا ما كنتش عارف من الاول، حتى من بعد عاد كنت نعرف بانه الافكار اللي كتطرح في القهوه بالعاده تطرح في القهوه باش نهزها انا باش نطرحها عندي في اليوتيوب، لان ديك الجرأة كانت عندي كما تيقولوا هما تيقصوا حيط الوجه، وديك الجرأة هما اللي كانوا تيقلبوا عليها، بحال انا ولت تحطو في التوجيه وكلشي دوز من مورا ظهري. يعني الناس هادو كانت عندهم هما اصلا من مناطق اخرى في المغرب، وكانت علاقه بهم حيت علاقه يعني اميغو تاع القرايه، يعني تخرجوا من ليكول تمشيو تنقصوا في كافي ولا هادي تحطوا على يعني نفس اللجوء، نفس يعني نفس الوضعيه معاهم. من بعد دخلوا ناس وحدة اخرين على هاد الناس هادو، هاد الناس هادو ما لقيتش معاهم مشكل حقا، ولكن المشكل لقيتو من بعد لانه الناس وحدة اخرين دخلوا على الخط اللي ما عمري كنت متوقع بانه الناس غيهضروا معايا ولا يديروا كونتاكتوس معايا ولا غيشجعوني، لانه ولاو في التليفون تيقولك برافو ليك، تيشجعوك على الجرأة ديالك، تيشجعوك على كذا مزيان شي تقول حق البلاد خاصه بحالك نتايا. انا شي ناس انا شجعوني وحطوا فيديوهات وبارطاجوا عندهم، ما عمري توقعت ان الفيديو ديالي تبارطاجا، لانه انا الوضعيه ديالي سواء الدينيه سواء العقائديه سواء الشكليه سواء الميولات الجنسيه تتعارض مع هذوك الناس، ومع العلم انا مهزو فيديو ديالي ومحطوطه عندهم وتيقولوا فيا كلام زوين. كانت اول اتصال كان عندي معايا انا، كاع الناس تواصلوا معايا في الولا، كانت ديك السيده كاينه في الصين. من بعدها
عطات التليفون ديالي انا دوزو، لانه كان عندي جوج تليفونات، دوزت التصاق ديالي الشخصي للسيد واحد اخر اللي هو حاجب اللي حط اللي هو يعني كيف في المانيا حاليا، اللي كان مشدود في المغرب تهمه الارهاب وحاليا موقف في المانيا بصفه لاجئ سياسي وعضو في حزب سماء، تواصل معايا بقات يهضر معايا مزيان شديك يعني بون كوراج وشي مزيان ونعمه زوج ولا نعمه. واحد الدار كندرت واحد الفيديو على قضيه تهديتوني، هز هو الفيديو ديالي بالبانديرا، انا كنت حاط البانديرا معايا هزها وحطها عنده في لاشين ديالو وبقات يتكلم على الفيديو ديالي. يعني انا ما عمرني توقعت بانه بالعلم بانه الفكره ديالو هو الديني الاسلامي وهادي غيحط واحد بحالي انا مثل جنسي وهادي وغادي يحطو غادي يهضر عليه بديك الطريقه يعني تحفيزيه. من بعدها دازت كونتاكتو لوحده واحد شخصيه واحده اخرى اللي كذلك ما عمرني توقعت غادي انني نهضر معها، هضرت بزاف الناس اللي هما ضد البلاد ولكن هادو هما اللي باينين بزاف. كاين ناس واحد اخرين بحال قدود اللي موقعين في تركيا اللي كان عندهم مشكل مع النظام قديم، هذاك عندي تسجيلات تهضر معايا وكلشي. كذلك هضرت مع وهيبه ماشي هضرت مع وهيبه، علاقتي بها علاقه حد الان يعني علاقه مزيانه، لان النهار اللي دخلت لمالاكا تواصل معايا زيان وتواصلت معايا الكاتبه ديالو في الاول، الكاتبه زيان امينه هي تواصلت معايا في الاول وما كنتش عارفه شكون، قالت لي انا من طرف استاذ زيان كان محبه، لان استاذ زيان كان عز عليا كنت مثلا ديال اللايفات كنشكر فيه والمواقف ديالو والاراء ديالو كانت تعجبني. تواصلت معايا قالت لي بغي يهضر معك، قلت لها اوكي. تواصلنا في التليفون قال لي مزيان يا ولدي اش دير الله يسهل عليك هادشي مزيان هادي، قال لي بغيتك فواحد القضيه توقف معايا في مالاكا، مع هو مالاكينيو يعني هو تعرف مالاكا كامله، قال لي انت في مالاكا مده طويله تقدر تعرف البلايص وداك الشيء اوكي. قال لي واحد السيده كاينه تمايا غتشوف لها ابارتامنتوس ومن بعد غتوديها للكوميسار فين جات، قلت لي اوكي ماشي مشكل. انا ما عرفتش السيده شكون هي، مشيت تلاقينا في كافي، انا وقفت انا في الاول ما عرفتهاش يعني نقدر نكون شفتها بالكسوه غادي نعرفها بحق، مي شفتها في ديك الوقيته مع النضاره وهادي ما عرفتهاش، مي حيدت النضاره ديالها عرفتها بانها وهيبه وهيبه خشيش. صافي مشينا انا وياها شفت لها ابارتمنتوس وجلست فيها 3 جوغ، من بعد ونسى الكوميسار مشات طلبات اللجوء لان كان عندها مشكل، مي دازت هي مليليا جات لمالاكا كان عندها مشكل عطاوها لي سي باسي، لي سي باسي خاصها واش باش تخرج من اسبانيا تمشي لامريكا خاصها انها يكون عندها ورقه رسميه، اذا شاش دفعوا لها هما اللجوء خذت الكارطه حنا في مده 3 ايام وصافي خرجت بها، خرجت بها مشات لامريكا. انا شي حوايج اللي يجي يشوف الفيديوهات ديالي تنقولهم في الفيديوهات، انا ماشي عندي 50 عام في عمري وانا ماشي كنت يعني مو بديك داكشي السياسي من الديبار، شي حوايج تنقولهم كنت اصلا كبار من عمري وكبار من الفكره ديالي، يعني انسان منطقي غيفهم بانه فريمون كاين شي واحد اللي تيعطيني ديك المعلومات. انا ما عمري كنت خدام في جهاز الامن المغربي، انا عمري ما كنت بوليسي ولا جوندار، انا عمري ما كنت سياسي، عمري ما كنت محزب شي حزب، انا عمري ما كنت محامي، عمري ما كنت رجل قانون ولا افقه شيئا في القانون، بداكشي اللي تعطى لي انا اللي تنقولو راه هما تيعطوني تفاصيل اكثر. كاين بزاف ديال المواضيع هضرت فيهم بالنسبه اختاري المواضيع، قضيه تهديتوني، قضيه تهديتوني تعطات لي معلومات من المغرب بانه خاصك تهضر في القضيه هذه من زيان، كان قال لي خاصك تهضر في القضيه بما انه هو يعني شخص يعني عندو مع هاد القضية بزاف، كانت عندو يد في القضية بزاف، تيقول خاصك تهضر، أنت مثلي وعارف بأن لي طيح هما لا باش قالو هو لي طيح هديتوني في البياج باش تشد هو مثلي، قلت لهم شكون هذا؟ عطاني سميتو، أنا بحكم أنا السمي ديالو كنت نعرفو، ديجا بحكم أنا الإي جي بي كنت نعرفهم كاملين المغرب، ما عنديش احتكاك معاه مباشر كنت نعرفو بالإسم، حاول نتواصل معاه. قال لي حاول تواصل معاه، عيط نقلب على النيميرو ديالو، في ذاك الوقت ما كانش الناس الاعلام ما مبينوش ما خرجش الاعلام هو، فشلت انا نتواصل معاه، تواصلت مع واحد تيعرفو اميغوس ديالو وشجلت لابيل بيني وبينو وصيفطت زيان، قال لي اوكي، قال لي هاد لابيل هادي غتحطها عندك في اليوتيوب، اليوم غتهضر في هاد الموضوع هذا تحطها عندك، انا ما حطيتهاش، لان هذاك الدري انا تواصلت معاه امي ديالي، اصلا ما عارفينوش عائلته مثلي وكلشي، ما يمكنش انا نتسبب من شي واحد اخر، قالوا اوكي غير هضر فمك، يعني هاد القضايا اللي كانت تدوز كانوا هما تيكونوا كونتاكتوس معايا اصلا،
يعني اشنو غتقول اشنو غدير هاد القضيه وزيد تبع عندك لانه ديما كانوا تيعطوني بحال تعطوني غير مقدمه اما داكشي كامل الاخر انا نقوله لاني عندي عين به بحال شي واحد تيعاود شي قصه تنعاود الطريقه شي خاصه ولكن هما اللي يعاودوها ليا. مع مول حسيت بالاستغلال فوقاش حسيت بالاستغلال حتى توليت نعرف بان الناس شنو ديال يعني المطمع ديالهم مادي اكثر ما يكون معنوي. انا في اليوم تنقول نحاولوا نبينوا الفساد في البلاد نحاولوا نبينوا البلاد كيفاش مشيه ما غاديينش على الوضعيه ما غاديينش على هذه ما غاديينش على هذه. انت كشاب غادي تقول في الاول عندك واحد الحماس انك تحاول تغير تبدل ما عندكش الكنيه انك تنظف في البلاد ولا توقف وجه البلاد ولا مؤسسه البلاد. انا من فقط بقيت غنظف مؤسسات لا علاقه عندها بيا انا لا ما عندها علاقه بالاقتصاد لا بشي حاجه باش غنظف انا في السياسه مثلا في اداره الامن الوطني اوكي نجبد فلان وفلان 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 اش علاقتهم بالسياسه. انت تهضر على المعيشه تهضر على الغلاء اش علاقه الداخليه مثلا بالاقتصاد ما عندوش علاقه يعني هما توجهوك ديما واحد الناحيه غرضو ان نصطدم مع 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 النظام ديريكت ونصطدم مع الامن نيشان لانه ما عندهم معلومات هذيك المعلومات واحد الان باقي تيقولوا غتخرج. كما كنت ندمت كاع ما تلقاني حداك انا وخرجت انا هضرت بطبيعه الحال لا 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 تشوف راسك شوف انت واحد ما جابوني على شي حاجه شي هادشي دابا تنقولو وعندي كله دليل عندي تسجيلات عندي مكالمات مش الحمد لله انا ما كنتش غبي غبي فواحد الحاجه انا تضحك عليا ولكن ما كنتش غبي انني خليت كلشي دليل يعني التسميات اللي طرحتو لي كاملين كل يوم عندي طريقه خروج واهبه من المغرب الواحد اللي تعرفها هو انا باقا مسجله مفهومه يعني مفهومه هي تتعاود ليا. خرجت خلات التليفون ديالها في كانت عارفه بان التليفون ديالها معقد من بعد مشكل وقع لها سياسي بان الدوله كان غاضه بزيان وهي جابوا زعما ضحيه ديال هذه المؤامره هذه كما تقول على لسانها هي كما تقول. خرجت خلات التليفون ديالها انا عرفته مراقب خلاته في واحد البلاصه مع فرقات ليك ساعه سباته في لاخور لانه التسجيل باقي عندي. من بعد خرجت وصلها زيان النص تعطيك من بعد تعطات لشخص واحد اخر اللي وصلها حتى لافلونتا تاع مليليا يعني هي دخلت على مليليا. بزاف الناس كنتو دخلوا على السبته مشات نيشان من المطار السيده دخلت على مليليا دخلت على مليليا لقات جمعيه اكنو جمعيه اكنو هي واحد اسوسياسيون اسبانيوله تساعد المهاجرين من تيدخلوا مشات هي على داك الاساس اكنو من عرفت المشكل ديالها وكلشي هزوها جابوها للمالاغا. من جات المالاغا كما تلاقينا جات الكوميساريه جاو ناس عندها تلاقاو بها كما تقول هي لي كادر كبار في لابوليس باليوليس عرفوا المشكل ديالها بقات متابعه جمعيه اكنو حتى خرجوا لها الوجوه وهي طلعت واحد النهار ودات كارطه حمراء. هذيك الكارطه حمراء هذيك صفه لاجئ مؤقت تعطى الاشخاص العابرين من الاراضي الاوروبيه يعني كارطه حمراء اقامه مؤقته وبها هي باش طلعت. وما كنتش انا نادم كاع ما نقول هاد الحوايج هادو. بزاف الناس دابا غايشوفوا الفيديو وكاع علاش خرجت هضر في الوقت هذا الانسان تيكون غلط و تيكون صغير. انا دخلت اسبانيا عمري 21 سنه يعني دخلت مهرس يعني بحال هذاك ولد القطيط اللي تيهزو على مو الفوق وعلى مو بالسيف عليه يعني جيتي بقيتي حتى واحد جيت واحد البلاد اوروبي ما عارف لغه ما عارف ثقافه جديده تقاليد جديده كلشي جديد نزلتي اي واحد ديك الساعه تيكون سهل تستغل كيف الصايت بزاف الناس باقيين يستغلوا بنفس الطريقه لان الطريقه ماشي خدمه الناس هادو اللي باغيين هما يهدموا ما يبنيه ملك المغرب باي طريقه. يعني هنا هما تيتواجهوا بغاو يهدموا واحد الحاجه سميتها ملكيه تيامنوا بواحد الحاجه سميتها جمهوريه يقول لك شنو علاقه الناس هادو علاقتهم بالجمهوريين راه تاشفين اولا الاتباع ديالو ولا الناس كامل كلهم عندهم علاقه وحده لان فاش كنت نهضر تتواصل مثلا مع حجيب راه حجيب عنده علاقه بتشفيت تشفيت عنده علاقه بفلان وهي بعد علاقه بفلان يعني عنده واحد السلسله ولكن تيخدموا بعاد على بعضياتهم باش ديما تطيح هاد الجهه تبقى الجهه واقفه ملي تطيح شي جهه تبقى واحد الجهه تهضر على هاد الجهه هادي هما السيستم باش خدامين به. وانا بحدي انا خاصنا انا الناس يقول لك لا وغادي يوقع عليك وغادي يوقع عليك ما تخافوش واحد لانك ما تلحق نقولها ولا على نفسي لان الحاجه غاتضر البلاد تشوفها غاتضر البلاد مهما يكون عندي واحد الحاجه عندي انتقادات ولكن تكون انتقادات سليمه
ماشي انت قاعده تما الغومه فيها قنابل اللي باغي يفجروا فيك البلاد، لان انت تمشي تعمر تستغن وسائل التواصل الاجتماعي وتمرر افكار مغلوطه للشباب. والشباب حنا عارفين البنيه الشبابيه عندنا كيفاش مبنيه، يعني شنو بغيت توصل؟ يعني باغي تنوض الفوضى الفتنه، هو لان الناس يستغلوا ابسط حاجه شي والو على راسي. دابا انا فوقي شي حاجه يقدو يأولوها ويفهموها ويقدوها ويحطوها، خاصهم علاش يهضروا؟ خاصهم علاش يلصقوا في النظام؟ خاصهم علاش يلصقوا في اداره الامن؟ اي تهمه اي حاجه. وكما شفنا في قضيه تاع زكريا المومني كيفاش انهم السيد تعتاب عاد ما تيسالو، كاين فيديو واضح هو تياخذ الفلوس وطلعوا تيأولوا خلاو الفلوس تيهضروا على حاجه واحده اخرى. يعني الناس يخدموا بواحد التاكتيك، انا ماشي انا تواصلي مع الناس اللي الناس راه تصدم يقول كيفاش انا كنت نتواصل مع هادو، هي انا كنت نتواصل معاهم كانوا قابل عليا بمثليتي بكلش العيوب اللي فيا كانوا قابل عليا وكنت نتواصلوا. يعني علاش انا بدون عيب الله؟ يعني كان عندهم غلط فيا، كانوا بغاوني انا يستغلوني كواجهه باش يمرضوا عليا الافكار. ولكن هنا جيت نقول ستوب، يعني ستوب، لان شوف لا يصح الا صحيح. في لحظه ديال الاعتقال ديال زياد كانوا جاوني اتصالات باش نوض نهضر، تقريبا شي اسبوعين جاني اتصالات باش نوض ندير فيديو، يعني كانني انا هو داك المنقذ الوحيد اللي غادي ينقذ الاستاذ زياد. ما فهمتش انا التركيز بزاف عليا انا باش نوض ندير فيديو على زياد. السيد كنت ديما تنقول اكون له الحب والتقدير، ولكن باش توصل لمرحله شي حاجه ضد الدوله ستوب، ولو على با ما نعرفوش، ولكن كان تواصلوا بيا نوض دير فيديو، خاصك دير فيديو. بقيت نلقى السبع التليفون خاصه ليا تيصيفطوا ليا باش نشري تليفون، ولا التليفون ديالي ما خاصش لاني ما بغيتش ندير فيديو. يعني كاين الفلوس تجيك باش انك تنوض حكا غير شري تليفون ونوض دير فيديو. اليومين هذا باقي تواصلوا معايا فوقاش غدير لايف على القضيه تاع الاستاذ زياد. بالنسبه للفلوس كاين، انا كاين تيصيفطوا، يعني كل خطره شنو مثلا غا تليفون باش يصيفطك باش تشري تليفون تيصيفطك 1500 دولار على الحساب. الفلوس تجيك ما تجيكش على منهم هما، تجيك من ناس واحد اخرين تدوزوها، ما تعطيوها ناس واحد اخرين تجيك مقطعه ولا تجيك مقسمه ولا تجيك بسميات ناس واحد اخرين، ما تجيك بسميتهم هما. بزاف هادشي كامل اللي تنقولو دابا راه كاين في لي زوديو، اللي كان تواصل معايا معاهم ولا ابيلات التليفون مسجل عندي، لان التليفون كنسجل فيه كلشي، ما كنمحي فيه حتى شي حاجه، كلشي مسجل، كاع لي زابيل اللي كانت تهضر بيناتنا كلشي عندي مسجل ومحطوط. اول حاجه ماشي كنت تعطي دار. شوف انا الحمد لله اني مقيم هنا براقيه هنا، و يعني شي حاجه تدفعني انني ندير هادشي اللي تنديرو دابا، سوا حب الوطن سوا ديك البلاد باغينا. رغم انني لاجئ، راني لاجئ على حاجه اللي هي كمولات، ماشي حاجه ضد البلاد، ماشي شي حاجه اللي هي بوليتيك محضه ضد البلاد. يعني خاص نفرقوا، انا تبقى حبي لبلادي حبي وطني تربيت فيه وقريت فيه ما يمكنش واحد غيمكم. رغم كاين بزاف الحوايج، ولكن انتمائي الى بلدي اللي هو انتماء بالروح وبالجسد، وعندي انتماء اللي هو بالدم. انا انتمائي لبلادي بالروح وباي حاجه هو اللي دفعني اليوم باش نقول ستوب لهاد الناس، خاصنا نوقفو، لانه نهار توقع لي شي حاجه يجيبوا ضحيه جديده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.